على مدار شهر كامل قامت منصة التقارب الاقتصادي المكونة من رجال العمل وأعضاء قنصليين منتخبين في الغرفة التجارية بدعوة اثنين من أعضاء الحكومة وهما وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني ووزيرة استصلاح الأراضي، وذلك لمناقشة المشكلات المتعلقة بالاقتصاد وإدراكا منهم لأهمية قطاع الثروة الحيوانية والفرص المتاحة فيها. أراد رجال العمل التباحث مباشرة مع المسؤول الأول من هذا القطاع الوزير أحمد محمد باشر. بعد كلمة الافتتاحية من قبل رئيس الغرفة التجارية أمير الدودو أرتين، صرح الوزير لرواد الأعمال أن الفرص كثيرة وهناك العديد من المشاريع بدأت الحكومة في تنفيذها وستمكن رجال الأعمال من تطوير العديد من الأنشطة. المارشال إدريس دي بيتلو حتى الثروة الحيوانية في المرتبة الأولى. الحكومة عندها فرم على مندلية. فرم على مندلية ده برضو وصل من تقريبا 70% من تنفيذه، وعن قريب ايضا لقينا فوق تعليمات بان نحرك حتى نصل الى نهاية برنامج على مندلية من خلال نقدر نعمل في الانتاج الحيواني الالبان ومشتقاته. أما وزيرة استصلاح الأراضي أمينة إحمير تورنا أبدت جاهزية وزارتها على منح قطع أراضي لرجال الأعمال من أجل تطوير الاستثمار في البلاد، وأضافت الوزيرة أن للغرفة التجارية دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد، فقد يجب عليهم إعداد مشاريع بناءة وتقديمها للوزارة من أجل منح الأراضي للاستثمار بطريقة قانونية. وعقب مداخلات وتساؤلات من قبل رواد الأعمال التي وجهت إلى الوزيرين، رد الوزيران على أن الغرفة التجارية هي أداة أساسية في تنمية الاقتصاد، كما حسى رجال الأعمال هناك العديد من الفرص في مجال الاستثمار يجب اغتنامها بإنشاء مشاريع تخلق فرص عمل للشباب في القطاعات المختلفة.